السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شهوة حليمة غفمان، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضنا مربعات ولا فطائر على شكل مربعات محشيين، وكذلك ميني برجر اللي بطريقتهم سهلة وبسيطة. نحضروهم كوجبات صيفية سريعة، النهار يكون سخون يعني ما كنطيبوش فيه، كنقدموا بحال هاد الاشياء. نمشيو للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله، بالنسبة للمقادير هنا عندي 600 غرام ديال الدقيق الفورس، عندي 2 معالق ديال الزيت، عندي 2 معالق كبار ديال الحليب بودرة بامكانكم تستبدلوه بكاس الحليب عامر، عندي 2 معالق ديال الزبدة مقطعة قطع صغيرة بيضة واحدة، عندي خميرة ديال الخبز ملعقة كبيرة وملعقة صغيرة ديال السكر وملعقة صغيرة ديال الملح والماء دافئ للعجن. في اول مرحلة غادي ناخذ الخميرة طبعا مع ملعقة صغيرة ديال السكر ونضيف عليها قليل من الماء حتى كنذوبوا هذيك الخميرة باش يعني تفاعل. كيف كتشوفوا غادي نحاولوا اننا نذوبوها مزيان، وكيف سبق ذكرت بالنسبه للحليب الا ما كانش متوفر بودره بامكانكم ديروا كاس الحليب عامر يكون دافي. صافي، هنا غادي ناخذوا العجانه غادي نديروا فيها الاناء ديالنا ولا نعجنوا بيدينا بحال غادي نضيفوا الحليب وكذلك الزيت وكذلك البيضه واحده، وعندي ملعقة صغيرة ديال الملح، وهنا بالنسبة للخميرة مع السكر راه ذاب. صافي غادي نضيفوه، وهنا غادي نضيفو الماء بشوية بشوية حتى كتعجن لينا العجين مزيان. بالنسبة للعجين خاصو يكون يعني خفيف بزاف. وهنا غادي نضيف الزبدة قطع قطع صغيرة، غادي نضيفها غير بشوية بشوية حتى كتجمع ليا كاملة مع بعضها، وندخل ليا ديك الزبدة في العجين. هنا كيف كتشوفوا العجين ديالي كيكون كيتلصق يعني ما تخافوش عيني، هذا هو لا تيكستور اللي بغينا. يعني ضروري ما خاصها تكون خفيفه باش تجينا يجيونا الفطائر يجيونا مهويين ويجيونا خفاف. صافي، هنا كنوضعته فوق الرخامه هكا، وضعت قليل من الزيت، انا درت الزيت باش يعني تجمع ليا كاع العجين كتكون حيت كتكون العجينه خفيفه. غنعاود نردها في الاناء اللي عجنت فيه طبعا، وغادي نغطيها بفيلم اليمونتير ونخليها حتى يضعف الحجم ديالها. من بعد ما ضعف الحجم ديالها كيف كتشوفوا غادي نخويها من الهواء اللي فيها يعني اللي غاز اللي فيها تماما. غادي نوضع قليل من الدقيق فوق طاوله العمل، وغادي نحط العجين ديالي. غادي نحاول انني نجمعها بحال هكا يعني الطريقه اللي هي معروفه ولي انا سبق لي كنديرها في كاع الوصفات ديالي. صافي، هنا غادي نقسمها على جوج باش النص غادي نديرو برجر صغار يعني ميني برجر، والاخر غادي نديروه على شكل مربعات يعني الواحد باش يغير شويه من البرجر ديالو ولا من العجائن ديالو. انا سبق لي حطيت في القناه يعني حتى يعني عجينه الهامبرجر وكذلك برجر يعني العادي اللي كيكون شويه كيكون كبير شويه، هذا درتو ميني درتو صغير يعني كيجي حتى حلو يعني هكا يتكال هكا ويتحط حتى في المناسبات كيدار كاع صغر من هكا باش كيجي المنظر ديالو غزال. هنا كيف كتشوفوا كنديرهم كويرات صغار اللي ما كنقرصهمش، غادي نكمل وغادي نوضعهم في الطاوله ديال الفرن. يعني بعد ما وضعت فيها ورق الفرن غنوضع كاع الكرات ديالي. صافي، ونخليها نخليهم كيخمروا ونمشيو باش نشوفوا الطريقه ديال باش غادي نصاوبوا المربعات. بالنسبه لنصف العجين كيف كتشوفوا انا كندير يعني دائما الدقيق فوق طاوله العمل ونسرح بالمدلك، نحاول ان العجين ما نديروهاش رقيقه بزاف يعني بين وبين على الجهد اللي تنفخ لينا شويه من يكون كيخمر. صافي، هنا غادي نسرحها بهذا الشكل يعني بهاد بالنسبه لهاد الحويجات هكا هما اللي كيبغيوهم الوليدات في هكا في ايامات العطله وفي تفل هاد فهاد الحراره، يعني كيبغي الواحد يدير هاد الحويجات هكا اللي كيبغيو الوليدات وهما ساهلين وفي الوقت يكونوا بنان. صافي، هنا انا خديت هاد الجرار ديال البيتزا، ما عنديش قطعه مربعه، الا كانت عندكم يعني داك المرشم اللي كيكون مربع استعملوه، انا درت غير عيني الميزاني بهاد
بهذا الجرار ديال البيتزا ودرت مربعات كيف كتشوفوا. يعني الواحد يقضي باللي كاين عنده في الدار، ماشي ضروري خاصو يكون عنده باش يصوب بحال هاد الحويجات، يعني ساهلين وبساط وما فيهم شي حاجه يعني صعيبه. صافي هنا غادي نستفو فوق الطاوه كيف كتشوفوا، نخليهم كذلك حتى يخمروا. هنا بعد ما خمر ليا خمروا ليا البرجر اللي هما صغار الميني، غادي ندهنهم باصفر بيضاء بعد ما وضعت فيها قليل من الحليب وخلطتهم. وكندهن وجه ديال البرجر والفرن انا مشعله لدرجه الحراره 180 يعني حتى يطيبوا من التحت، عاد نشعل عليهم من الفوق. بالنسبه للتزيين انا زينت غير بالزنجلان الابيض والزنجلان الاسود، بامكانكم تزينوا باش ما بغيتوا، يعني تزينوا حتى بالزراره، تزينوا يعني اللي كيكونوا عفوا اللي كيكونوا فيهم الزريعه ولا زرعه الكتان، يعني اللي بغيتوا. انا درت غير عند هذا الزنجلان الاسود والزنجلان الابيض. صافي غادي ندخل البرجر ديالي يطيب، اللي سبق لي ذكرت بانني راه سخنا الفرن، ضروري ما كتكونوا مسخنين الفرن، يعني بحال اللي غادي تطيبوا الخبز. صافي هنا غادي نمشيو نشوفوا المربعات ديالنا حتى هما بعد ما خمروا، غندهنوهم كذلك باصفر بيضاء مع الحليب، وكذلك غادي نزينوهم من فوق بالزنجلان وبالزنجلان الاسود والابيض. انا سبق لي حطيت في القناه في البرجر كيف سبق لي تقط يعني في الحجم الكبير، غنحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، يعني تقريبا راه نفس الطريقه. صافي هنا بعد ما غنوضع الزنجلان غندخلهم الفرن ونمشيو باش نمشيو نشوفوا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه انا هنا غادي نوضع فيها هاد البصله اللي غتنعسلها، اللي غتجي فيها رائع والمذاق ديالها كيجي رائع في البرجر، يعني صدقوني غير جربوها. وضعت قليل من الزيت يعني بعد ما قطيت البصله وقطعتها شنانف ودرتها فوق المقلاه وفوق النار، وضعت الملح والابزار شويه السكنجبير وغادي نخليها حتى كتذبل. من بعد غنضيف عليها ملعقه ديال السكر على حسب الذوق، بامكانكم ديروا جوج معالق صغار ديال السكر، نكتفي غير بمعلقه هي مبغيتهاش تكون حلوه حلوه بزاف. صافي غنتسناو عليها حتى يعني تذبل ويتغير اللون ديالها ويولي لونها بني. كيف كتعرفوا البصله راه كتعسل، يعني البطاره مهيله، يعني ما تحاولوش تشهدوها باش ما تحرقش لكم البصله. وهذه الحشوه ديال البصله كتجي لذيذه ورائعه. صافي هنا بعد ما تعسلت ليا غادي نصبر عليها غير شويه صافي حتى كيتبدل اللون ديالها ويولي بني، ونمشيو باش نقادو الكفته ديالنا. بالنسبه للكفته انا عندي قليل من الكفته مع جزره محكوكه مع الربيع مع شويه لاشابليغ وبيضه واحده وكذلك الملح والابزار، وعندي عفوا التحميره وقليل من التوابل ديال الشاورما وقليل من الملح. هنا كيف كتشوفوا غادي نحاول انني نجمع جميع يعني العناصر هكا غير بيدي، وغادي نجمعهم مزيان حتى نحصل على خليط ديال الكفته يكون يعني مجموع كله كيف كتشوفوا، يعني نحاول انني نجمعها مزيان. بالنسبه للصوص انا هذا الصوص كيعجبني في البرجر، يعني كيجي غزال. درت جوج معالق ديال اليوغورت طبيعي، كذلك قليل من الملح وكذلك قليل من الابزار، وعندي هنايا التوابل ديال الشاورما اللي كتعطيها واحد المذاق رائع. هاد الصلصه كتجي غزاله في لي ساندويش، يعني انا معتمداها كنديرها كتجي لذيذه احسن من المايونيز. صافي هنا خلطتهم مزيان وغادي نخليهم جانبا. هنا بعد ما خديت الكفته ديالي يعني درتها على هكا قرص صغار، درتها في هاد الاله ديال البانينو. وهنا كيف كتشوفوا بعد ما طابت، بالنسبه للحشوات انا هنايا باش غادي نرافق هنا عندي البصله اللي تعسلات ليا، وعندي الخس مطيشه دوائر، كورنيشون، عندي الصلصه ديالي والكيتشاب والفرماج، وكذلك عندي الكاشير، وهادو المربعات اللي طابوا ليا، وكذلك البرجر ميني برجر. يعني الطريقه سهله وبسيطه وكتقدموهم هكا في ايام هكا كيكون الحال سخون، يعني كيكونوا باردين في الوقت، يعني وليدات كيعجبهم بحال هادشي.
هنا كيف كتاخذوا عفوا كيف شفتوا خديت ميني برجر هكا وضعت فيه قليل من الصلصه البيضاء وكذلك طماطم والكورنيشون وضعت قرص ديال الكفته ديالي وكذلك قليل من البصله اللي عسلت وواحد الطريف ديال الخس وغادي نوضع عليهم الفرماج. بس بالنسبه للفرماج الا بغيتوا تحيدوا دوك القنيتات انا من بعد حيدتهم باش ما جاوش زعما كيبانوا كبار بزاف. نعاود لكم واحده اخرى بعد ما كنفتحها كيف كتشوفوا كيجي من الداخل ديالها غزال ما معجن ما والو. كنضيف قليل من الصلصه البيضاء ديال اليوغورت وكذلك الطماطم والكورنيشون وكنوضع القرص ديال الكفته ديالي والكيتشاب وكذلك كنضيف قليل من البصله المعسله اللي كتجي لذيذه معها لذيذه. وغادي نضيف واحد الطرف ديال الخس والفرماج كذلك كيف العاده. هنا كيف كتشوفوا هنا نقصت شويه الفرماج ديالي باش يجي هو هذاك مع هذا الميني برجر وهنا قليل من الكاتشب من فوق وصافي. وهذا البرجر ديالنا ميني برجر واجد غزال. هنا كيف كتشوفوا هنا بعد ما خديت هاد المربعات يعني هاد الفطيره اللي كتكون مربعه كذلك درت فيها كاتشب والصلصه البيضاء ديال اليوغورت وهنا كذلك وضعت فيها قليل من عفوا ما مبانتش مزيان في الكاميرا. هنا وضعت البصل المعسل وضغطت عليه كفيته هكا والطماطم والكورنيشون يعني الحشوه كترجع لكم اي حاجه ديروا كيف انا يعني غادي نوضع حتى الكاشير ان شاء الله يعني ديروا بالكفته بالكاشير اللي بغيتوا يعني هادو حشوات كيصلحوا حتى بغيتوا تمشيو هكا للبحر هكا تديوهم كيجيو ساهلين وما كي يعني ما كيديروش الوقت باش تقدوهم يعني ما كيشدوش الوقت. هنا كيف كتشوفوا غنعاود امامكم واحده اخرى يعني كنوضع الكيتشاب وعندي البصله اللي عسلت وكذلك الطماطم وهنا غادي نضيف الكاشير والخس طبعا وغادي نضيف الصلصه ديال اليوغورت وكذلك الفرماج. يعني كيف قلت حويجات اللي كيكونوا في الدار هما اللي كيبقاو للوليدات ويكونوا خفاف ويبقى فيهم شي حاجه ثقيله. صافي غادي نكمل كاع المربعات اللي عندي يعني فطائر اللي مربعه وكتقدموهم هكا حتى في الا كانوا الضيوف في البيفي بالنسبه للميني برجر ديرهم كبيفي كان العيد ميلادات وهذه كيجيو المنظر ديالهم زوين. صافي هنا غادي نكمل جميع المربعات ديالي يعني الفطائر المربعه وغادي نمشيو نشوفوا الطبق التقديم. هنا كيف كتشوفوا وضعت واحد البلاطو يعني بالنسبه للكميه كترجع لكم انا هنا وضعت غير فهاد البلاطو راه تبارك الله راه خرج ليا واحد الكميه لا باس بها. كيف كتشوفوا كيجيو المنظر ديالهم غزال هذا ميني برجر هكا كتقدموهم كيف قلت في ايام كتكون هكا سخونه في هاد الصيف نيت الواحد يقدهم. وكيف كتشوفوا هاد الفطائر المربعه اللي بالكاشير حتى هما خفاف هكا تقدوهم الى بغيتو تمشيو للبحر كيف سبق لي ذكرت. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم اللي هو سهل وفيها حويجات كيف قلت يعني صيفيين. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم لاول مره في هاد القناه ديالي اشتركوا ويضغط على الجرس باش يوصلكم جديد. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.